يقول: ما صحة مسح الوجه بالكفين أو اليدين بعد الفراغ من دعاء الوتر في الصلاة وبعد الدعاء خارج الصلاة؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، ووردت فيه أحاديث ضعيفة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال من قال من أهل العلم أنه لا يمسح وجهه إلا جاهل، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذا دعوت ترفع يديك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين بالدعاء، لكن مسح الوجه بعد الدعاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت ينبغي أن تحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام.